مسحوا الأغاني بتاعتها وهددوها إنهم يقضوها، ورد فعل غير متوقع من تامر. أزمة جديدة بتواجه بسمة بوسيل بسبب أغانيها الجديدة، ويا ترى تامر هيتدخل ولا هيسيبها في المشكلة لوحدها. من بعد انفصال بسمة بوسيل عن تامر حسني، وهي فاجأت الجمهور بقرار رجوعها للغنى مرة تانية، خاصة إنها اعتزلت الغنى من بعد جوازها من تامر بناء على طلب منه. ولما انفصلوا قرار بسمة ترجع للغنى من تاني، وبدأت تنزل كفرات بصوتها لأغاني خاصة بفنانين كبار وتنشرها على حسابها الرسمي على انستجرام، وحققت الأغاني نجاح كبير جدا بصوتها. لكن كل مرة بسمة كانت بتعمل فيها أي كفر لفنانة أو فنان كان بيحصل ليها خلافات معاهم، وكانوا بيهددوها إنهم يقضوها بسبب الملكية الفكرية للأغنية، وآخرهم أغنية الأماكن للفنان محمد عبده. فيا ترى إيه الحكاية؟ البداية كانت مع رجوع بسمة للغنى تاني، لكن بدل ما تعمل أغاني خاصة بيها قررت تعمل كفرات لأغاني قبل كده. وفعلا نشرت بسمة كفر لأغنية مين اللي بيختار للفنانة اللبنانية هبة توجي بصوتها، ونشرت فيديو في الباك جراوند الأغنية بصوتها، وقالت بسمة في الأغنية: أنا بدي أطير ما حد يبلغني جناحتي، وكأنها بتبعت رسالة لتامر حسني إنها خلاص هتعمل اللي هي عايزاه ومش هتسمع كلامه تاني، وأولهم إنها ترجع تغني. لكن بعد ما الأغنية نزلت بيومين بس وعملت صدى كبير عند الجمهور وحبوها كلهم، فجأة لقت بسمة إن في ناس بتحاول تمسح الأغنية من حسابها، واتمسحت فعلا. وكتبت بسمة في ستوري ليها على انستجرام: شكل في ناس الكفر الأخير مزعلها جامد، وبيحاولوا يمسحوا كل شيء من على صفحتي، وبيحاولوا يمسحوا كل شيء من على صفحتي، انا اسفه بس ما كانش قصدي اجرحها. وكان واضح ان كلام بسمه باستهزاء، وانها لما غنت الكفر ضايقت الممثله الاصليه للاغنيه بسبب جمال صوتها. لكن الموضوع ما وقفش لحد هنا، وتكررت الازمه مع بسمه بوسيل مره تانيه بعد ما اعلنت عن طرح كفر بصوتها لاغنيه فنان العرب محمد عبده كاهداء منها لوالدها المتوفى. لكن اتفاجئت بعد ما نزلت كفر الاغنيه بصوتها ان الكفر اتحذف، وانهم هددوها يقضوها بسبب الاغنيه. فكتبت بسمه ستوري ليها على انستجرام وقالت فيها: حتى الكفر بتاع الاماكن اللي كنت عاملاه لبابا قال عايزين يقضوني علشانه، مش فاهمه ليه انا الشخص الوحيد اللي بيتحاسب على انه عايز يعمل كفر، بجد زعلانه ان بمسح حاجه عملتها بكل مشاعر لابويا. انا عن نفسي لو كان ليا رصيد فني عمري ما هحبط اي بني ادم حب يغني حاجه ليا، اصل في النهايه يمكن المطالبه بذلك الا لو الموضوع حاجة تانية. وحاول الجمهور يدعمها خاصة انها كانت متأثرة جدا بحذف الاغنية اللي غنتها لوالدها، واستنى المتابعين والجمهور رد فعل تامر، لكن ما كانش ليه اي رد فعل ومعلقش على الموضوع، خاصة انه حاليا منسحب من كل حاجة حواليه بسبب الاحداث اللي بتحصل، وتوقعوا ان ممكن تامر يدخل علشان يحل الموضوع. فيا ترى تامر هيقدر فعلا يحل الازمة الجديدة اللي بتواجه بسمة ولا هيرفض يتدخل؟